مبارك عليكم الشهر يا حبايبي. أم الزين تكلم لكم عن القرقعون، شنو كان الأول القرقعون؟ يا حلو القرقعون الأول، تلبسنا الأول أمهاتنا البخناق والدراريع الحلوة اللي فيها بريدة، ويكون في رقبتنا نوع الخريطة ونعلقها ونحط فيها القرقعون. يستعدون قبل، يعني قبل الناس يروحون يشترون القرقعون في السنبل والحلوة والنقال ويحطونه في الجفران مثل هذه، بس يكون أكبر. ولين يوم ودائما عاد البيوت الأول كانت مشرعة، عقب ما يصلون العشاء يجون يقرقعون وكل واحد يعطونه هذه، وإذا صارت ثقيلة يقومون بعد يفرقونها ويجون اليهال حبايبي بين الفرجان، وكانوا يحطون الفريسة، تعرفون الفريسة؟ الفريسة يكون مثل الحطب مثل الحصان، يكون فيها واحد من نوع اللي يتيامل ويرقص ويطقون من الطيران. يعني كانت في أقانيم معينة يقولونها في القرقعون.